أهلا بكم مجددا، معكم نورس علي، وهذا بث مباشر آخر سنتحدث به عن موضوع الـ WordPress Actions وأهميتها وكيفية استخدامها بداخل الـ Plugins. فإذا مبدئيا نحن سنقوم بالقيام بماذا؟ بإضافة Plugins وإنشاء Plugin، وبداخل الـ Plugin سنتعلم عن الـ Add Action، وربما نتحدث لاحقا عن الفلتر وفائدة الفلتر. الهدف من هذا البث هو مناقشة أحد أساسيات تطوير إضافات وقوالب ووردبريس، والتي هي Add Action، موضوع الـ Actions. جدا موضوع فعلا مهم ومستخدم كثيرا، والهدف الذي أريد أن أصل إليه أن في نهاية هذا البث أو هذا مشاهدتك لهذا الدرس، أريدك أن تفهم فعليا ماذا يعني هذا وكيف يمكن أن تستخدمه. فإذا هذه هي الفكرة. متطلبات هذا الدرس هو أن يكون لديك موقع ووردبريس، موقع عادي، يعني إما موقع محلي أو موقع أونلاين. يجب أن يكون لديك موقع ويمكنك من خلاله إضافة إضافات. سنذهب بكل بساطة للمسار، أين سنذهب؟ فإذا دعوني أريكم فعليا. فإذا هذه هي ملفات ووردبريس. فعليا نريد أن نذهب إلى ووردبريس كونتنت. طبعا لنذهب إلى ووردبريس كونتنت، وبداخل ووردبريس كونتنت يوجد لدينا أشياء، مجلدات. هنا نريد أن نذهب لمجلد اسمه بلجن، إذا لنذهب إليه. بداخله ربما تجد هنالك مجلدات لبلجنز تم إضافتها بشكل أوتوماتيكي أو أنت تستخدمها، لا مشكلة، لا يهمني ذلك، لكن يهمني أن يمكنك الآن أن تقوم بإنشاء مجلد. هنا المجلد الذي سننشئه، سننشئ مجلد نسميه LWN ببادئة معينة. طبعا يمكن أن تسميه أي شيء، يمكن تسميه مثلا ماي بلجن وتسير، وهذا سيكون اسم مجلد البلجن خاصة بك. لكن نحن نريد أن نتعلم بالشكل الصحيح منذ البداية، فإذا لا نريد أن يعني نتأخر حتى نتعلم الأشياء الصحيحة أو البيست براكتس، يعني يجب أن نتعلمها الآن. فالطريقة للتسمية عليك أن تدخل بادئة معينة، مثلا بادئة، مثلا ما اسمك، مثلا أو ما اسم عائلتك، مثلا أنت كمطور، أو ما اسم الشركة التي أنت تعمل بها، أو شيء كهذا، أو فعليا هذه الإضافة التي أنت تريد أن تقوم بتطويرها ما اسمها. فاصنع بادئة من ذلك. أنا بالنسبة لي دائما كل إضافة أكتبها أقوم بإضافة بادئة LWN بمعنى Learn with Now، وهو اسم القناة. ثم أكتب داش هكذا، وثم أكتب اسم مثلا فكرة عن الإضافة التي أنا أقوم بها. فمثلا قمت بإنشاء إضافة عن حساب مثلا السعرات الحرارية، فأسميت هذه هي كالوري كالكوليتر، فأسميتها، أخذت الأحرف البادئة يعني، فكانت سي سي. جيد، هذا اسم إضافة. يفضل أن يكون أطول من ذلك. لماذا؟ لأن هنالك كثير من الإضافات بووردبريس، ولا تريد أن اسم إضافتك يتضارب مع أسماء إضافات أخرى. للتدريب يمكنك أن تسميها أي شيء مرة أخرى، لكن إذا أردنا أن نبدأ بالطريقة الصحيحة فعليك أن تضيف بادئة معينة. وهنا سأسميها LWN My Plugin، أو مثلا Action Plugin، لأنني سأشرح عن الأكشن في هذه البلوجن. تم إنشاء هذا المجلد الذي اسمه LW Action Plugin. طبعا إذا قمت أنا بالتحديث هنا لن يظهر أي شيء فعليا. لماذا؟ لأن هذا مجلد فارغ ولا يعطي أي إشعار أنه لبلوجن، بالرغم أن وجوده في مكان مجلد لبلوجن. الآن سنذهب لهذا المجلد، وبداخله سأنشئ ملف. لاحظوا، انتبهوا انتبهوا انتبهوا، سأنشئ ملف في الإضافة الرئيسي، وسيكون اسم هذا الملف هو نفس اسم المجلد. لاحظوا، نفس اسم المجلد سيكون اسم الملف، فسيكون اسمه LWN Action Dash Plugin dot PHP. جيد، فالآن أصبح لدي هذا الملف. بمجرد أن أنشئ هذا الملف، هل سيحصل شيء هنا؟ لا شيء. لماذا؟ لأنه بكل بساطة هذا مجرد ملف موجود وفارغ، لا يوحي ولا يعطي أي إشعار أنه بلجن.
فالآن أنا سأقوم بالذهاب لهذا الملف، وهنا سأقوم بكتابة كود PHP وأعطي بادئة لهذا الملف. البادئة تكون من خلال الكومنت، لاحظوا بهذا الشكل. فسيكون بداية plugin name، سنسميها LWN plugin custom plugin، هكذا كان اسمها صحيح، أو action plugin، عفوا نسي action plugin هذا اسمها. ولدينا هنا سنضيف بعض من description a plugin to learn مثلا، أو أنا نكتب learn about actions and filters. الموضوع الثاني سنضيف في الفيرجن يعني الإصدار، وأنت تبدأ ب 1.0، بعض الأشخاص يبدأ هكذا فبالتالي يزيد هكذا، فأنت أو يكتب هكذا مثلا 0.0 وثم يزيد بالإصدار هكذا، فأنت لديك الحرية، لكن حافظ على الاتساق بالنسبة لهذا الإصدار. يعني دائما استخدم هذه الصيغة، الصيغة التي تستخدمها في أول مرة استخدمها في كل مكان. التكست دومين سأخبركم عنه لاحقا، سنقول LW Action Plugin، وقم بإضافة اسمك، فإذا سأضيف اسمي أنا الآن. فإذا هذه هي الإضافة. الآن إذا قمت الآن بالتحديث ظهرت. فإذا ما هو الشيء الذي فعليا أظهر الإضافة؟ هو هذا الشيء الذي أنا كتبته. فإذا الآن لاحظوا اسمها LW Action Learn About Action and Filter، هذا اسمي، هذه هي النسخة، والآن يمكن أن أفعل هذه الإضافة. جيد، فإذا فعلت هذه الإضافة، هذه مجرد إضافة أنا وضعتها، لكن لا تقوم هذه الإضافة بأي شيء على الإطلاق، وأنا الآن علي أن أقوم الآن بالكتابة بها، أجعلها تعمل يعني تقوم بشيء مفيد. سأقوم بتعليمكم شيء تكتبونه بالبداية لأنه سيتم استخدامه. طبعا حتى أنا لو قمت مثلا هنا بكتابة مثلا، لو كتبت echo hi مثلا في هذه الإضافة، هل سيتم echo hi؟ لا أعتقد أو لا أعرف. لاحظوا حصل فعليا هنا مباشرة، حصل لدي خطأ أو warning. فإذا بالتالي سأقوم بحذف هاي هنا وأبدأ فعليا بتطوير هذه الإضافة. جيد، فإذا مبدئيا أول خطوة أنا أقوم بها عند كتابة إضافة هو أن مثلا أكتب أن define plugin URL، لأن هذه الإضافة ليست هي، لن أتعامل فقط مع ملف واحد، سأتعامل مع عدة ملفات، وعند التعامل مع عدة ملفات فأنا أريد فعليا يعني أن أصل لرابط هذا الملف عندما أقوم بإنكلود له. الآن سنرى ماذا يعني ذلك، لكن بداية أريد أن أصل لرابط الإضافة، بمعنى آخر مكان وجود هذا الملف الذي اسمه LW Action Plugin. فسأنشئ constant من خلال define، وسأسميه باسم الإضافة لكن capital letter LWN Action Plugin هكذا اسمها، وثم يجب أن أضيف هنا القيمة الأساسية لهذا. بوردبريس يمكن أن أكتب شيء هنا اسمه Plugin Dir Path، ويعني احصل لي على مسار هذه البلجن من مسار الملف الحالي. جيد، فإذا الآن لو قمت أنا بإيكو لهذا LWN Action Plugin وقمت بتحديث، لاحظوا هذا هو المسار. فإذا المسار هو هذا المسار فعليا الذي أنا موجودة فيه، هذا اسم مجلد WordPress، WordPress Content Plugin هذا اسم البلجن. فمن خلال هذا يمكن أن أصل لمسار وجود مجلد هذه البلجن، وبالتالي يمكن الآن مثلا أن أقوم بإنكلود لملفات أخرى من هنا، فكيف ذلك؟ فمثلا لو أردت مثلا هنا أن أقول مثلا include a new file، فيمكن أن أكتب هنا أو require، يعني include أو require، أكتب require once مثلا LWN action plugin، وثم أضيف اسم هذا الملف هنا، مثلا هذا الملف اسمه newfile.php. جيد، ففعليا هذا الملف غير موجود، يمكن أن أنتجه الآن بكل بساطة، فأكتب مثلا touch newfile.php بهذا الشكل. لكن قبل أن أقوم بإنشائه، لاحظوا هنا إذا قمت الآن بالتحديث
سيقول لي هنالك خطأ، والخطأ هو أن يجب أنني أن أقوم بإنشاء هذا الملف. هذا الملف غير موجود، لم no such file or directory، يعني لا يوجد مثل هذا الملف. فلاحظوا يعطيني الخطأ على اللاين 16. فبكل بساطة لو أنا ذهبت لهذا اللاين، ها هو، إذن هنا المشكلة، لاحظوا. فبهذه الطريقة يمكن أن تتبع الأخطاء بكل سهولة وأن تعرف الخطأ. فأنا أعرف الخطأ من هنا لأنني لم أنشئ هذا الملف بعد، لكن الآن مجرد أن أقوم بإنشاء هذا الملف، فإذن الآن سيختفي هذا الخطأ، وبالفعل اختفى هذا الخطأ. جيد. فالآن الشيء الذي أريد أن أقوم به حاليا هو أنشأت هذا الملف، انتهينا من موضوعه، لكن الآن يمكن أن أقوم بالذهاب لهذا الملف وأكتب شيء بداخله. مثلا يمكن أن أكتب، أريد مثلا بهذا الملف أن يتم تنفيذ function معين. هذا الفانكشن يكتب كلمة هاي مثلا، فيمكن أن أكتب هكذا function. هذا الفانكشن، لاحظوا تسمية الفانكشن ببادئة إضافتك، البادئة هي LWN action و plugin. طبعا لاحظوا نسيت أنا أقوم بفتح tag page view، فإذن هذه اسمها plugin هكذا، ثم اسم الفانكشن. فإذن هذه البادئة ضرورية جدا أيضا باستخدام الفانكشنز. ولماذا؟ لأن مرة أخرى WordPress هو ليس أنت فقط، وليس الكود اللي تكتبه فقط. WordPress فيه الكثير من القوالب، فيه الكثير من الإضافات، وفيه كود أيضا WordPress نفسه. وبالتالي ربما يفكر مطور مثلك أن يسمي نفس الاسم الذي أنت تسميه، فحتى لا يحدث تضارب بالفانكشن، وهنالك احتمال عالي أن يحدث التضارب، ماذا تفعل؟ تقوم بإضافة بادئة لكل الفانكشن الخاصة بك. واضح؟ فإذن LW action مثلا سأكتب say hello، فإذا هذا مجرد function، هذا function فقط لا شيء آخر. سأكتب هنا echo hi، ويمكن بدلا أن أكتب echo hi يمكن أن أكتب هكذا مثلا echo مثلا script، أو دعونا مثلا echo hi حتى يكون الموضوع بسيط. فإذن echo hello. طيب، فأنا كتبت فعليا، لاحظوا أنا قمت ب إضافة هذا الملف من ملف من ملفات ووردبريس الرئيسية بالبلجن، عفوا بملف البلجن الرئيسية، أضفت ملف وهذا هو الملف، أضفت فيه فانكشن. هل هذا يعني سيحصل شيء؟ فإذن نحدث، لن يحدث شيء فعليا، لأن هذا مجرد فانكشن. نحن نعرف أن الفانكشن لا يعمل إلا إن تقوم أنت بماذا؟ تقوم بكولينج لهذا الفانكشن، صحيح؟ يعني يجب أن تكتب هكذا، تجلب هذا الفانكشن وتضعه هنا، يعني ليس هنا تحديدا، صحيح؟ أنت تعرف هذه القصة. فإذا قمت أنا بالتحديث، لاحظوا مرة أخرى سيكتب هلو مع هذه الأمور. طيب، هذه طريقة تعمل، لكن ووردبريس لديه فكرة أخرى بهذا الموضوع. فووردبريس يقول لك أن بدلا أن تقوم بكولينج بهذا الشكل، يمكن أن تقوم بشيء آخر. تكتب هنا action، وهذه من ووردبريس، هذا من ووردبريس، فتكتب هنا add action، وبداية تسمي الاكشن التي تريدها. هذه الاكشن التي تريدها يمكن أن تكون من اختراعك واكتشافك، أو ربما تكون، طبعا إذا كان من اختراعك يعني أنت تقوم بإنشائها والآن سأخترعها الآن، أو يمكن أن تكون من كود ووردبريس نفسه أو من كود مكان معين. فأنا فعليا القسم الثاني من الموضوع بأد أكشن، أعتقد كلكم تعرفونه أن هنالك أكشن محددة بووردبريس وبكل ما يتعلق بووردبريس يمكن أن أستخدمها، لكن فعليا يمكن أن أستخدم أكشن أنا أقوم بإنشائها أنا كمطور يعني. فبالتالي هنا بالنسبة لأد أكشن، فأنا سأسميها هي أكشن من اختراعي مجددا، سأسميها بداية، دائما كل شيء أبتدئه بالبادئة، البادئة التي لدي التي أسميتها أنا LWN Action Plugin، فإذن هذا اسم الأكشن، وسأسمي طبعا هذه بادئة الأكشن، أما اسمها سيكون اسمها Say Hello. وعندما يتم calling لهذه الأكشن، فأنا أريد فعليا تنفيذ، عفوا، أريد تنفيذ هذا الفانكشن الذي اسمه LWN Action Plugin Say Hello، ولكن سأضيف callback
كول باك يعني فانكشن او فانكشن حتى يعني يكون الموضوع سليم. وهنا ساكتب كول باك. فمره اخرى الشيء الذي انا قمت به حاليا هو انني اضفت اكشن او اجراء واسميت هذا الاجراء، اسميته say hello، وهذا اسمه say hello. لكن الفانكشن الذي يقوم به او عمله هو say hello call back، هذا عمله والذي موجود بفانكشن الكول باك الذي يقول hello. جيد. طيب لهذه اللحظة أنا مسحت الاستدعاء اليدوي، والآن إذا قمت أنا بتحديث لاحظوا ما الشيء الذي سيحدث؟ لا شيء، لا شيء. لماذا لا شيء؟ لأنك لو أنت يعني منتبه وتسير معي خطوة بخطوة، أنت تعرف أن لم أفعل أنا أي شيء، أنا فقط قمت بتسمية إجراء معين say hello وإضافة التعليمات التي أريد أن أقولها عندما يتم استدعاءه، لكن لم أقم باستدعاء أي شيء. إذا أردت استدعاء say hello بكل بساطة يجب أن أكتب do action، وهذه الأكشن التي أريد أن يقوم بها عفوا إذا هذه الأكشن التي أريد أن يقوم بها هي اسمها AWN Action Plugin Say Hello، هذا اسمها. فإذا يفترض الآن Enter أن يكتب Hello. نفس القصة السابقة، لا فرق، لم يحدث شيء، لكن هذه هي طريقة WordPress بالتعامل مع الأمور. لماذا هذا الترتيب؟ لأن الآن أنا قمت بإنشاء هذه say hello، لكن ربما أنا لا أريد say hello هنا، أريد say hello في مكان آخر. فما الشيء الذي سأفعله بهذه الحالة؟ فقط سأكتب do action وأسميها. يعني مثلا أنا هنا سأقوم بإنشاء سأقوم بinclude أو require يعني ملف آخر سأسميه new file dash 2، ومرة أخرى سيعطيني خطأ لأن داش 2 لم يتم إنشاؤه. لكن الآن سأقوم أنا بإنشاء هذا الملف الذي اسمه new file dash 2.php. جيد. وبداخله نفس الأشياء التي كتبتها نفس الأشياء التي كتبتها هنا سأخذها من new file لnew file 2، لكن فعليا أنا لن أكتب هذا مجددا وفقط سأكتب do action say hello. فإذن الآن أنا أقوم بكولينج لهذا الفانكشن من داخل file 2. فإذن الآن سأقوم بتحديث، لاحظوا مرة أخرى، لاحظوا كتب hello مرتين، لأن hello مرة من file 1 ومرة من file 2. فإذن واضح، هل كل شيء واضح الآن؟ وإذن لنستمر مع الفكرة. أريد توضيحها هنا مجددا حتى تفهم فكرة add action. فبكل بساطة، دقيقة، يبدو لدي مشكلة هنا، الآن جيد. فبكل بساطة يكون لدي شيء معين، أكشن معينة أريد أن أقوم بها، فهذه الأكشن أقوم بإضافة اسمها فذا النيم والكول باك لها، أنا للخط لكن لا أتحكم في القلم الآن، فذا النيم والكول باك أقوم بتحديدها في مكان معين، في ملف معين، ومن خلال كلمة add action أو من خلال add action هذه عبارة عن WordPress، وبأي ملف موجود أنا بداخل WordPress بداخل البلجن يمكن أن أقوم باستدعاء هذا وهذا هنا وهذا هنا وهنا من خلال do action، وفقط أسميها، فقط أقول اسمها، ما هو اسمها، أناديها باسمها ويتم العمل. فإذن هذه هي فكرة add action. طبعا بخصوص add action أيضا الفكرة ليست فقط أن أخترع أنا، يوجد أشياء موجودة بوردبريس مثل هنا. فإذن دعونا نقرأ عن add action من وردبريس. فإذن وردبريس تقول أن add action هي تبدأ بالhook name التي اسمها اسم الأكشن، الكول باك الذي قمنا بإنشائه، وهنا الأولوية، وإذا كان هنالك arguments معينة نريد تزويدها للفانكشن، لن أتحدث عن هذا الموضوع، وفقط. فإذن هذه هي add action. طبعا بالنسبة لاسم الأكشن كما قلت أنا في وقت سابق، أنت يمكن أن تخترع الأكشن الخاصة بك، و
كما اخترعنا نحن say hello. لكن أيضا يمكن أن تستخدم add action مستخدمة عفوا يمكن أن تستخدم actions already موجودة ب WordPress. فماذا يعني ذلك؟ فإذا top name اسمها WordPress underscore footer، فإذا هذا جيد، هذه اسم action معينة يمكن أن نقوم يتم القيام بها عند تحميل الفوتر في الصفحة. فبالتالي إذا أردنا أن نقوم مثلا بإضافة شيء معين، function معين يتم عند تحميل WordPress footer، فيمكن أن نقوم بذلك. لاحظوا هنا قاموا بتحميل ماذا؟ بتذييل الصفحة قاموا بتحميل هذا. يمكننا أن نجرب شيء مماثل. إذن بداية أنا سأغلق فايل 2 وسأغلق فايل 1 وسأبقى هنا، جيد؟ فهنا سأكتب add action وسأستخدم الآن action موجودة بوردبريس وليس من اختراعي، والتي هي WordPress footer، واسم الفانكشن الذي أريد تطبيقه هنا ببادئة البلاجن الخاصة بي يبدأ LWN underscore action underscore plugin say hello in footer. لاحظوا طويل الاسم، لا مشكلة، call back، سأسميه call back للتوضيح. سأقوم بأخذ هذا كله هكذا، وهنا سأكتب function، عفوا، وهذا هو function WordPress الذي أريد تطبيقه بالفوتر. ما الشيء الذي أريد تطبيقه بالفوتر؟ أريد أن يكتب لي paragraph tag، أريد أن أغلق هذا ال paragraph tag وسأكتب هنا hello، جيد؟ فقط. طبعا هل أحتاج أن أكتب هنا do action WordPress footer؟ السؤال، فكر، هل أحتاج أن أقوم بذلك؟ لا لا. لماذا لا؟ لأن بكل بساطة do action WordPress footer هذه بكود WordPress موجودة في أماكن تحميل الفوتر. إذن هذا هو موقعنا، إذا ذهبنا لموقعنا فإذا في مكان تحميل الفوتر، لاحظوا هنا لدينا هلو هذه الأشياء، في أماكن تحميل الفوتر هنا نحن قمنا ب يتم WordPress يقوم ب do action WordPress footer، نحن فقط أضفنا أن في هذا المكان قم ب say hello، فبالتالي هنا سأمسح هذا، جيد، وأيضا هنا سأقوم لن أقوم بريكوير لهذه الفايل، سأقوم بكومنت يعني ألغي الهلو التي جاءت من نيو فايل، والآن أتوقع هلو أن تأتي هنا. يمكن مثلا أن أكتب مثلا هنا style color red. فإذن الآن لو قمت أنا بالتحديث بهذا الشكل، فإذن يفترض هنا أن يظهر لي هلو بالأحمر، هي ظهرت، لاحظوا هل ترونها أم ماذا؟ ها هي بالأحمر، فإذن ظهرت لي هلو. لاحظوا فكرة الأكشن أيضا بوردبريس، الفكرة الجميلة بالموضوع أن ليس فقط يمكن أن تكتبها مرة، يمكن أن تكتبها أكثر من مرة. بمعنى آخر أنا كتبت الآن say hello، الآن أريد أن أقول say hi، فدعوني أنسخ هذا وأعيده مرة ثانية. فالآن بوردبريس footer سأقوم بتطبيق function اسمه say hi، وهنا سأغير اسمه من say hello لsay hi، عفوا hi، وهنا بسي هاي سأكتب هنا هاي هاي وسألونها بالأزرق بلو. فإذا أنا أتوقع الآن أن أدنى هلو أيضا يقول لي هاي، لاحظوا هاي، ويمكن أيضا أن أستخدمها أكثر من مرة. فإذا هذه الهوك التي هي أو action name التي اسمها WordPress underscore footer، هذا ليس أنت فقط تستخدمها بالبلاجن الخاصة بك أو بالقالب الخاص بك، هناك كثير من الإضافات المثبتة أوريدي على الموقع تستخدمها، WordPress نفسه يستخدمها، والثيم يستخدمها، وبالتالي وأنت أيضا تستخدمها. بمعنى آخر أن هنا WordPress يساعدنا كثيرا على تخصيص فعليا الأشياء التي نحن فعليا موجودة، يعني WordPress footer موجود لكن يمكن أن نضيف شيء عليه من خلال WordPress footer أو WordPress head لترويصة الصفحة أو الهيد tag، يعني ليس الهيدر، الهيد tag، جيد. فالآن الفكرة الأولى التي موجودة بالأكشن أن هل نكتب هذه الفكرة هنا، نكتبها هنا. إذن الفكرة الأولى بالأكشن أن بداية الأكشن you can create your own action، هذا الفكرة الأولى. طبعا أيضا يمكن أن you can use WordPress actions أو حتى
تال اكشن الموجودة بالاضافات الاخرى المشهورة، مثلا مثل WooCommerce، مثلا WooCommerce فيها الكثير من الاكشنز المفيدة التي يمكن استخدامها، مثلا ماذا تريد ان تعرض قبل المنتج او ماذا تريد ان تعرض بعد المنتج، او كيف تخصص صفحة تسليم الطلب او صفحة الدفع، كل هذا موجودة بهوكس اوريدي موجودة بهوكس اوريدي موجودة بWooCommerce، وانت يمكنك ان تقوم باستخدامها. فاذا الان هذا الموضوع، ايضا موضوع رقم 3 أن you can use actions whenever you want، يعني في أي وقت أنت تريد يمكنك أن تستخدم الأكشنز وأكثر من مرة. ليس يعني أن استخدمت الأكشن مرة يعني لا يمكن أن تستخدمها مرة واثنتين وثلاثة وأربعة، ويمكنك أن تستخدمها في أي فايل موجود ضمن ووردبريس. وماذا أعني فايل موجود ضمن ووردبريس؟ تعالوا نناقش هذه الفكرة، ماذا يعني فايل موجود ضمن ووردبريس؟ الفكرة الأولى، الآن أنا قمت ب، لاحظوا قبل قليل قمت ب require new file و new file ضمن ووردبريس، الآن هذه معلقة، لكن الآن إذا قمت بفتحها هكذا غير معلقة، وبالتالي هذا الفايل وهذا new file موجود ضمن ووردبريس، واضح؟ لكن لو أنا مثلا جيد هذه الملفات، قمت بإنشاء ملف ضمن البلوجن الخاص بي وقمت تسميته مثلا my own file، مثلا my own file.php، وفي هذا الفايل سأكتب، لاحظوا سأكتب echo my great greeting، جيد فقط، هذا ملف php صحيح، ما كتبته صحيح وكل شيء فيه صحيح. فعليا برأيكم لو أنا قمت بالذهاب إلى هنا، هل ستظهر أي في أي مكان من الصفحة؟ هل ستظهر؟ إذا ظهرت فهذا يعني أنني لا أفهم فعليا هي لم تظهر. ولماذا؟ لأن هذا الملف خارج حدود ووردبريس، هو ضمن ملفات ووردبريس لكنه لا يعمل مع ووردبريس. لماذا لا يعمل ووردبريس؟ لأنني لم أقم بإنكلود له بملف الإضافة الرئيسي أو بملف إضافتي، هو فقط ملف معلق، فإذا هو موجود ضمن ملفات ووردبريس لكنه ليس ملف يخضع لقوانين ووردبريس. فبالتالي هذه هي فكرة الملف مع ووردبريس أو غير، ليس مع ووردبريس. هل هذا واضح؟ طيب، الشيء الذي أريد أن أضيفه هنا بالنسبة للأكشن أن الأكشن لا تعيد لي شيء بل تقوم بشيء، يعني مثلا الأكشن لا تقول هنا بالأكشن return data مثلا، جيد، أو return x مثلا، أو return high، هذا ليس ضمن الأكشن. فإذن الأكشن دعونا نضيفها 4 actions do not return anything، لا تعيد أي شيء، هذه مهمة جدا، هي فقط تقوم بشيء معين لكن لا تعيد أي شيء. فإذا هذا بخصوص موضوع الأكشن.